محاربه الشغب سواء من خلال اصدار قانون او حاله المرونه التي استتبعت تطبيق هذا القانون، ثم الشعارات التي رفعت من اجل ان يكون هذا القانون مصاحبا بحملات تحسيسيه وحملات مصاحبه الى اخره، وايضا ما تم ختم هذا المسلسل من بيان من ثلاث وزارات تتحدث عن اجال زمنيه وان اجراءات سيتم المبادره اليها للحد من هذه الظاهره، كل ذلك اصبح يساوي صفرا امام الحالات التي شاهدنا بالامس، وكل الجهود التي تم القيام بها على جميع المستويات تم بالامس الوقوف على انها كانت مرادفا للصفر. بطبيعه الحال هؤلاء المشجعون او هؤلاء المتورطون في حاله نعرف ليسوا من كوكب اخر، هم من هذه الدوله ومن نتاج لهذه الدوله. عندما اتحدث عن الاسره، هل قامت الاسر بدورها في رعايه ابنائها وتربيتهم على نبذ العنف والتعايش مع المجتمع الذي يحيط بهم؟ ثم هل هذه الاسره تعيش في ظروف جيده تمنح الامكانيه للوالدين من اجل تمرير بعض الرسائل؟ وهي تتعلق ب عندما نقول الحد من هذه الظاهره، لا يمكن ان نقول الحد من هذه الظاهره، الامر يتعلق ببنيه مجتمعيه لم تكن تتغير في اسبوع واحد او شهر واحد او سنه واحده، وبالتالي نتحدث عن تقليل من هذه الظاهره. في خبر اخر توصل